مبروك عليك يا رشيد قدامي نسبة طيبة عباد عيد الاستقلال وعيد الشباب واليوم رانا في مناسبة كذلك طيبة وهي وضع فرقة نادي فائدة من عائلة من أصل طبيعي في تجمعات ثانوية. الأمر هذا بطبيعة الحال جنزة كل ما يلزم الوسائل المالية واليوم الحمد لله نحن اليوم نقف في هذا المكان قرية نائية ولكن نوصلها الغاز الطبيعي وهذا من متطلبات عيش كريم